حمل محافظ نينوى منصور المرعي تنظيم داعش مسؤولية حرق الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل في مناطق البعاج والسنجار وتلعفر والحضر غرب الموصل ومناطق سهل نينوى شرق المدينة. وأكد المرعيد أن الحكومة المحلية توجهت بالإسراع في عملية الحصاد لتفادي المزيد من الحرائق. خلال هذه الفترة حصلت عدة حرائق في آن واحد في عموم محافظة نينوى على مزارع محصلي الحنطة والشعير، وبالأخص في المنطقة الغربية وسهل نينوى. الخطة أنه نعجل من عملية إتمام مهمة الحصاد بأسرع وقت كي نضمن تقليل الخسائر وتقليل فرص حرق المحاصيل اللي تقوم بها جهات تم تحديد أغلبها تقوم بها جهات إرهابية من خلال المناطق المفتوحة في غرب نينوى. أما فيما يتعلق بموضوع الحقيقة تقريبا في يوم واحد كان بحدود 30,000 دونم. التقرير يصدر من قبل سكرتارية لجنة الحصاد متمثلة بالأخ مدير زراعة نينوى دكتور دريت، يقدم إحصائية يومية عن الخسائر والمجمل المساحات اللي تغطيها الحرائق يوم بيوم.